أم ميس، تفضل يا أم ميس. السلام عليكم شيخ. وعليك السلام. يا شيخ بدي أسألك سؤالين. نعم. السؤال الأول عن الزكاة. أنا عندي رصيد في البنك بنزل عليه راتب كل شهر. نعم. بصرف منه جزء، بتوقع منه جزء. نعم. وصل النصاب ب 23/6 الشهر اللي السنة اللي طافت. ضلوا يتراكم لحد ما وصل 11,000. أنا قدمت استقالتي في شهر 3 وتوقفت عن العمل. نعم. بدي أخرج زكاة عن هذا عن الرصيد. نعم. شو الطريقة اللي لازم أتبعها؟ متى آخر مرة أخرجتي زكاة؟ ما أخرجت ولا مرة أخرجتي زكاة؟ لا لا، لأنه بشهر 3 السنة اللي فاتت. زين، بشهر 3 السنة اللي عندنا، السنة بشهر 3 أخرج الزكاة للي جرى عليه الحول، علمتي؟ تمام. إيه؟ تقصد يعني أقل مبلغ؟ الأقل مبلغ من يعني مثلا كان عندك 150,000 صار 300,000، الزكاة اللي مر عليهم الحول أي مبلغ؟ 150. الله يفتح عليك، عرفت أختي؟ خلص تمام إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم. شيخ، أنا كنت حامل برمضان اللي فات. وطبيبي نصحني إني ما أصوم. زين. فأفطرت. الحمد لله أنا اليوم تممت 25 يوم صيام، هل قضاء 30 يوم كافي بدون كفارة؟ إذا أنت كنت حامل وصمت خشية على الجنين ولا؟ قال لك الطبيب؟ قال لك الطبيب لا تصومين. ما حكى لك. عليك القضاء، عليك القضاء. نعم. علي القضاء. نعم. اوكي، شكرا شيخ. مرحبا.